الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا كلنا عارفين ان النهاردة ان شاء الله حفل تكريم حبيبة محمد. حبيبة، بجد على المستوى الشخصي انا ما صادفش ان انا درستك، ولكن انا بحبك جدا، انت عارفة كده كويس. تمام، عفوا. وانا حابة اشكرك اولا كطالبة مجتهدة وكل التيتشرز بيحبوكي. كان النهاردة في اعصار على الجروب علشان حبيبة. تمام، وبجد اقول لك الف الف مبروك، ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب دايما من تفوق لتفوق، وده المتوقع منك قبل أي شيء. وإحنا بقى مش مستنيين التالت، إحنا مستنيين المركز الأول، إحنا طمعانين. تمام تمام طيب، نسمع أستاذة بريكسام. اتفضلي يا أستاذة، تفضلي يا أستاذة بريكسام. حابة تقولي إيه الحبيبة؟ يا حبيبة، ألف مبروك يا حبيبتي، يا رب ابني عدل ودايما هو تفضلي يا بريكسام. يا حبيبة، ألف ألف مبروك، يا رب دايما في تفوق ونجاح وتحققي كل اللي نفسك فيه. وبجد أنا فخورة بيكي جدا جدا، عاش ليكي، ويا رب بقى نفرح بالنتيجة الكبيرة كده في ثالثة ثانوي وتطلعي الأولى بإذن الله. ودي يا حاجة رب. بسيطة إن أنا أقدمها لك عشان أنت بجد تعبتي تعبتي كتير جدا معايا، فدي أقل حاجة أنا حبيت إن أنا أقدمها لك بتفوقك ده يا رب، وأشوفك دايما مبسوطة كده وناجحة يعني. لك يا حبيبه، دي ميس بريكسام طماعه، فعملت هي هديه لوحدها. تمام، بس هي ما شافتش هديتي بقى، فالحمد لله بجد والله. هو اكيد برضه هو تعب حضراتكم، والواحد ما يقدرش ده يعني ينكر ده او يتغاضى عنه. وبجد بجد انا على المستوى الشخصي فخوره بان معايا تيم زي مستر مصطفى، زي ميس بريكسام، زي ميس وفاء، كله كله كله، ولكن بحب يعني اخصهم هما بالذات، لان هما من الناس اللي فعلا بيشتغلوا من قلبهم، والموضوع مش بالنسبة لهم مادي خالص، لا بالعكس بيتعاملوا مع حتى مع الطلبة بشكل معنوي أكتر، بشكل سيكولوجي، عايزينهم يكونوا متميزين عشان يكونوا متميزين، مش عشان خاطر تخيلي بناخد مع بعض اول مره بإذن تفتح الله. امر ان شاء الله، اللهم بارك في الامر ده، يا يعني خجولة الشطاره معاهي، ده بتحسن كلامها المجاملة، الله بتسمعي اكبر. كده ايه؟ ان شاء يا الله ربنا خجولة يبارك. بتتكلم بأعجوبة يعني. لا لا عسل، والله ربنا يبارك فيها يا بنتي، يا محروجه من احنا كلنا اخواتك هنا، وبعدين مس امنيه دي بالنسبه لنا ربنا يبارك فيها، يعني شخص مريح جدا. ربنا لا يكرمك. والله كانت معرفة خير، سبحان الله، ربنا ما بيقدر الوقت، ربنا بيجمع الحبايب كلهم. انا والله ربنا بقول يبارك لها يا فيك. وفاء، بقول لها انا يعني بجد انا زعلانه ان انا ما كنتش بديكي انجليش، يعني اكيد اكيد يعني بجد يعني. خلاص ان شاء الله، اهو احنا فيها ان شاء الله، اول ما نبتدي في 8 ماشي، انت بتاعتي خلاص. بتاعتي. خلاص. لا بقى، ما بالك بقى مش امنيه، لا ما فيش بقى. ربنا يبارك فيك يا مسؤولة لا يا رب والصراحة معاك. كمان مش سعاد، ربنا يبارك لها برضو، ربنا يبارك لها حقيقي، كانت يعني كانت مع حبيبة يعني خليتها تحب الفرنساوي جدا كمان. اتفضلي. ماشي. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة، قهوة سقفة، مين قال التالتة تبقى تالتة، لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى وقفة، والدنيا علينا شاهدة شايفة حلمنا تحول أفلام. ما شاء الله ما شاء الله، سلم ايديك.